نفطر بقى هو اسمه ايه، عنب ومشمش، وبعد كده هنروح نشوف البحر علشان دلوقتي الشروق مثلا بقى له ربع ساعة او حاجة. البحر هناك اهو، هناك اهو، دي تيسير عادي. انا باينه بقك كده بقى يا بنتي، انتي انتي كده بقى بس الورقه مش باينه. ازيك يا سعاد؟ استني ردي، طيب الحمد لله، ردي عليا. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. الحمد لله. It's not like the best of me. مريم جابت لي زرعة جديدة. ناكل فسيخ بس احنا ملناش دعوه بيها، بناكل رنجه. احنا خدنا الاكل ونطلع ناكل على السطوح. احنا خلاص خلصنا اكل، والبصل يا لهوي والبصل دوخنا كلنا، بس احنا هنقعد شويه كده نريح من الاكل، وبعد كده هنروح على البحر على طول ان شاء الله. يا جماعه كنت عايزه اقول لكم معلومه، احنا دلوقتي في الساحل، يعني البحر الابيض المتوسط. كنت عايزه اقول لكم هو ليه بيتسمى كده، يعني ده بدايه اهو خط البحر. هنوصل هنا هتلاقوا ان البحر هنا تقريبا لونه ابيض، لما الشمس بتبقى نازله عليه بيدي اللون الابيض دوت، علشان كده سموه البحر الابيض المتوسط، كانه اصلا مختفي نفس لون السماء. ما عملتليش انفايت. هنشرب شاي عشان ما نموتش بقى. خدي اللون نمبر وخلاص، خدي اللون نمبر. انا حطيت شعري في طبق الفسيخ. الحمد لله انا كنت عادي، ادي حرفياً هو سنين عشان أطلعه. سنين.